معي من جدة دكتورة رويدة أدريس الاستشارة التغذية. مساء الخير، أهلا بك معنا. هذا الإجراء الجديد دكتورة رويدة يعني مفروض يساعدكم أنتم في تقديم الاستشارات وتحفيز الناس صحيح أكثر منا، لأنه حتى السعرات الحرارية اللي بنعرفها عادة ما بتمنعنا من أنه ناكل أطعمة هذه للأسف. مظبوط، للأسف أنت قلتيها. للأسف، أول شيء أهلا بكم. أهلا وسهلا. طبعا موضوع السعرات الحرارية في الأغذية بالذات في المنيوهات في أمريكا هذا شيء قديم، يعني صار له الآن يمكن 5 سنين الموضوع هذا أو أكثر، لكن للأسف لا يبحث عن السعرات إلا الشخص المهتم بالصحة. لكن كعامة الشعب، يعني أنا لما رحت هناك في 2013 كان يمكن أنا الوحيدة اللي كنت أطالع في السعرات الحرارية، ومعروفة أن الوجبات الأمريكية جدا غنية بسعراتها الحرارية ومحتواها من الدهون، يعني أغذية دسمة تعتبر لا تمت للصحة بأي صلة. ودليل على كده أنه ما حد بيطالع فيها ما تم تقنين الوجبة أو تحديد السعرات الحرارية للوجبة. السعرات الحرارية للطبق جدا بتكون عالية، ما فيش يعني أنا ممكن أقرأ السعرات الحرارية وما أفهم منها ولا أي شيء. مفروض أنه يكون في نفس المنيو أيضا زي جملة إرشادية أجلة تعرفني بطريقة سهلة وبسيطة كيف أقدر أحسب سعراتي الحرارية اللازمة لأني أخذها بشكل، يعني ممكن أنا أقول لك بمنتهى يعني السهولة أنك تطلعي وزنك المثالي وأضربيه في 30 حتطلع لك السعرات الحرارية اللي المفروض تاخديها بيومك. يعني فقط اني اكتب الجملة هذه بس هذا بيصعب الاجراء، يعني الاجراء حتى من دون الاضافات اللي قلتيها دكتوره رويده هو اصلا انرفض من مثلا شركه دومينوس بيتزا اللي قالوا فود ماركتينج انه هذا بده يزيد احتمالات تعرضها لتحمل مسؤوليات وفي تكاليف كمان. طبعا هو الاغذيه هذه اكيد بتكون سعراتها الحراريه اساسا مرتفعه، لكن هم اللي مطلوب منهم بدل لا يعترضوا انهم يعملوا education للمجتمع او يثقفوا المجتمع، يعملوا لهم awareness اكبر ويحاولوا انه طريقة الاعداد تكون باستخدام اقل للدهون، باستخدام اقل للعناصر الغذائية اللي غنية بالسعرات الحرارية، او تصغير الكمية بتكون يعني كمية بحجم معين، السعرات دي اقلل كميتها. طب كيف انا على اي تفاصيل الكالوريز اللي مذكوره بتكون على بعض الاطعمه لازم ركز؟ يعني مثل ما قلتي حسب الوزن المثالي بشوف قد ايه كالوريز لازم في بحق لي اخذ بالنهار، وعلى اساسها بقرر يعني هاي وجبه الغداء هاي وجبه العشاء. بس كاستشاره تغذيه اهم من هيدا مفروض شو الكالوريز، يعني قديش فيها سكر وقديش فيها فات، صحيح؟ مظبوط، هو بيكون في 3 حقائق غذائية موجودة في الوجبة اللي هي الطبق اللي حناخده أو من أي مطعم، اللي هي الدهون والبروتينات والنشويات، يعني 3 أشياء هذه. إحنا نحتاج من النشويات نص سعراتنا الحرارية، من البروتين 20%، من الدهون 30%. بس أنا كيف أحسبها؟ لأنه صعب على أي شخص عادي إنه يحسبها. أقول له وجبة الغداء تكون ما بين 400 ل 700 سعر حراري. فأنا أعرف لما أنا حروح المطعم أنا توجهي بأدور على الوجبة اللي تكون فيها هذه السعرات الحرارية. من حتكون طبعا فيها جميع العناصر الغذائية. وجبة الفطور أبغاها بحدود ال 500 سعر حراري. أنا عارفة لما حآخذ سناك أو وجبة خفيفة، نعم، عنده كيك أبغاها بحدود 120 سعر حراري. فأكون أنا عارف تقسيم السعرات الحرارية، وهذه أبسط طريقة. طيب تقسيم السعرات الحرارية حقتي بناء عليها أنا أخذ الوجبات. شكرا من جد دكتورة رويدة إدريس استشارة تغذية.